اهلا بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم واحد المجازة مزيونه بزاف، معروف هي نورمالمون معروفه، كيبيعوا غير لي مارك الغاليين وفي لي سولد عندهم لي سولد خيالي. انا بعدا حيت انا كانت المجازة اي حدايا ماشي بعيده عليا. و جاتني كيف فرحوا لي بنتي، زعما قلت لكم عندهم صبابط غير لي مارك توب لي مارك، والاثمنه خياليه 70% كيوصلوا حتى 80% حتى 90%. بحال دابا هذا 70% صبات كيعمل 180 اورو، عملوا 70% ديال ماركه زيندا. عاوتاني هادو 70% 60%، وفي السيمانه الاخرى ديال لي سولد كيزيدوا 10 15 20%. المهم في هاد السبردينه انا حمقتني، هاد السبردينه هادي فنه كتعمل 80 اورو، تعود 70.95 50%، غزاله رطبه واعره، لا مارك تاماريس. مهم عندهم صباب الدمسة ودرجال والعواول وكلشي كلشي، جمع لي طي وجمع لي مارك. بحال هاد السبردينة هادي كتعمل 120 اورو، عاملين لا 60%، ويقدرو في الاخر يزيدو ينقصو منها، يزيد يرجعوها حتى 70% ولا 80%. انا دابيتود كنشري صبابطي من هنايا دائما، ولادي حتى هما كنشريو صبابط من هنا. بحال هاد الصباط هذا، هاد الباسكيت ديال الكوير ورطبه، عامله 50% كتعمل 90 اورو. هاد لا مارك غابور معروفه وغاليه هذه بزاف، شو عاملين لهم؟ كيحمقوا 60%، كيعملوا 130 اورو رجعوهم 60%. غزالين فنين، وهاد كابور هادو كومفورتابل وما كي ما كيتقطعوش الصبابط ديالهم. هادي عاود وهادي حتى هي ماركوتوزي، لا مارك هادي حتى هي مزيونه. المهم عندهم بزاف ديال لو شوا، مكازا كبيره. السيكان هي خاصه بالصبابط والسيكان، دونك اللي ما كيعرفهاش يجي بروفيتي فيها. الصبابط ديال دائما الصبابط اللي كيبقاو ما كيعملو لا ريحه لا والو، الطوب ديال الصبابط. بحال هنايا البنات هاد الجهه هادي، هاد الكوان، هاد لاطابل هادي اللي كتكون عندهم هنايا دائما فيها الصبابط، ماشي دائما غير في سولد. فحال دابا الثمن ناقص بزاف. بحال دابا هاد الباسكيت هادي، هادي اما كيكون مشكل ديال الكولور، كتكون شي وحده الكولور ديالها باهت شويش، اولا كتكون لاطاي مخلفه على لاطاي، اولا كيكون فيها شي ديفو صغير ما باينش، وكينقصوا له الثمن بزاف. يعني بحال دابا هاد لي بوط هادو عاملين لهم 60%، 60%. هاد لي باسكيت هادو حتى هما شوفو فنين كاملين، هادو فيهم دي بتي ديفو. بحال دابا هاد لي بوط هادو عاملين له 80%، ياك كيعمل 70 اورو 80%. شنو المشكل ديالو؟ هذا عنده واحد القطيعه صغيره هنايا، يعني هاديك تخيط بالخيط، وهما ديال الكوير واعرين. وهادو عاوتاني البانطوفات، المهم هادشي كامل البخي ديالهم ناقصين لهم على حساب كيكون شي ديفو فيهم وصافي. هادي باسكيت غابور، ولكن هاد الديفوات ما باينينش، يعني ما كيبانوش مره. بحال هاد هادي حتى هي غابور، حتى هي ديال الكوير. هاد باسكيت لي بوت واعرين، هادو عاملين لهم 40%، كلاس. هادو حتى هما فنانين. هادي تيمبرلاند، هادي هاد الصنداله محتاجش نقول لكم كيفاش عامله، بحال شي رطبه بزاف.
المهم هاد الكوان هذا كامل كتدخلوا كتجبروا فيه بروموسيون، وهاد وعد فوق هادشي هذا دابا باقي يزيدوا ينقصوا منهم باقي. انا عجبتني هاد الباسكيت هادي جادو ورطبة واعرة، هادي عاملة غير 20% حتى نشوفو واش غزيدو ينقصو ولا شويش. هادي كبيرة على بنتي وديتها على 60%، رخيصة بزاف، المهم عندو بزاف ديال لو شوا. هادي جيوكس لي كتحمق، حتى هي عاملة 40%. هادي هنايا هادو ديال العواوش، وهذا 70% كان كيعمل 105 دولار، 70% يعني كيبقى رخيص مرة. هذا 120 دولار، هذا 70% عاوتاني. هاد لي بوط كيحمقو، عاملين 50 دولار 70%، شحال غيبقاو؟ يبقاو 10 دولار وقيلة ولا قل كاع. شو هاد لي بوط هادو شحال فلمية؟ شو هادو تا هما 70%، كيعملو 90 دولار، 70%. المهم صبابط فني فني ورخاصي. انا بعدا هنا كنشري صعود ديالي ودولادي، هنا 110 دولار 50%، يعني 55، وباقي يزيدو ينقصولو. هادو ديال الكوش اش كنت غوت انا، هادي اللي عجبتني داك المره، ديك الصولد كنت شفتها ما كانتش مصولدي عجبتني. دابا رجعوا لها، رجعوا لها 50%. بنتك بنتك فن، هادي ولا طاي صغيره طماريس. المهم البنات هنايا الصولد خيالي صراحه. ثاني هنايا 50%، 60%، 70%. المهم البنات اللي بغى يشري الصباط ديال بصح، واللي بقالو الصباط مزيون يعني ما كتشوفوش عند شويه سكابا، 50%. يعني الصباط هادو ما كتشوفوش بزاف مجلخين في عند الناس، قلالين كتشوف، حيت هادو لي مارك غاليين الأكثرية كيلبسوهم غير من صارة بزاف، خصو تجي هاد الفلامو، يا أصلا هاد المكازا د الفلامو. أنا عندي بحال هذا، بحال هذا نيت خاش شريتو من هنايا، تا شريتو 70% يمكن ولا 80%، أنا كيعمل 120 دولار. وديتو يمكن واش 24 ولا شي حاجه واعر. هذا خا وكاين بزاف، كاين هذا السيل، هذا كاين، كاين بزاف بزاف. كيجيو الصراحه مزيانين كلاس في اللبسه ديالو. الباسكيت 50%. دابا هاد لي بخي هادو عاوتاني نزيدو ينقصو منهم. هذا طومي، هدا لغين طومي، طومي هيل فيكي، كتمن 90 دولار عاملها 50%، صراحة مزيون. وهادي واحد أديداس، هادي واعرة عاملها 50%، غزالة هادي حمضة وخفيفة كتلبس غير هكدا.
معايا البنات، ها هي ديك السبردينات بحال اللي شفت اللي وريتكم دابا، عاد كتعمل 35 حسب 36 وناقصين لا. هنايا تا الصبابط ديال العواول صراحة الله مزيونين وكاملين، تا هما غاليين. هادو اللي عاملين فيهم بروموسيون غير هادو، هاد الجهة هادي ولكن دابا 40% بلاتي ديك السيمانة الأخرى اللي كيبقى ديال لي سولد، وتجيو تشوفو كاين يزيدو ينقصو كيرجعوهم حتى 70% حتى 60% على حساب كيزيدو ديك 15 ولا 20% من الصباط السيكان تا هما. انا صراحة كنشري دايما من هنايا وما كنندمش، حسن ما كنبقى نمشي ندور في المواجز اخرين وما كتعجبني حتى شي حاجه وما كتجبرش لي طاي، كنبقى هنايا كنحضي حتى كيزيدوا ينقصوا كيزيدوا ينقصوا. بحال دابا مثلا دابا كنشوف الحاجه واخا عامله 50% ما كنشريش دابا حتى كيبقاو شويش واحد جوج سيمانات هايدا، حيت دابا يلاه السيمانه الاولى ديال لي سول، وحتى كي يدوز واحد جوج سيمانات هايدا ديك الساعه كنجي نشوف شنو خصني وكنجبر ديجا باقي لي طاي. هل هادي مزيونه 50 يورو. واحسن صباط البنات هو هذا، هو هذا النوع ديال هاد الصباط هادو كومبير، اسمهم كومبير ديال كوير 100% كوير، و عندهم واحد الفورمه على حساب الرجل ومرتاحين في الرجل، وعندهم هاد الحاشيه هادي باش ما كتعكلش لي زونفون، وعندهم هاد السمي هادي من هنايا طالعه شويش على حساب الرجل ديال ديال لي زونفون. صراحة الصبابط هنايا وحيدين السقف الثاني ولي موديل فنين، انا بعدا كيعجبني نجي نشري من هاد المركز سيرتو في لي سولد، كان انا دائما كنخلي حتى لي سولد وكنجي هنايا كنشري داكشي اللي خاصني. بحال هادي بانطوفة ديال تومي هيلفيجر ب50% كتعمل 35، ب50% فنة رطيبة غزالة كتجي بحال البالغين كتلبس في الدار. هادي عاوتاني عملت فيها 40% ديال بومبا، حتى للرجال حتى هما عندهم لو شوا بزاف. هاد الباسكيت هادي النايك يعني لا 15%، هادو عاود مزيونين كيجيو بحال هادي ما عنيش فيها السولد، كتجي بحال باسكيت وهي بالغين كتجي خفيفه بحال الناس اللي ما كيقدروش يلبسوا يعني شي حاجه مزيره على رجلهم ولا على حساب الخدمه.
فانتوفات عاملين فيهم 10%، مي ابخي كيزيدو ينقصو منهم. هادو لي بوت كوير 30%، مي يعني 40%، صبات كاين 110 دولار، عاملين فيه 40%، هذا كاين 140 دولار، عاملين فيه 40%. هاد النوع ديال الصبابط الناس اللي كيلبسوا الكلاس و الناس اللي كتخدم يعني في لي بيغو داكشي يومي ديال الكلاس. عندك هادو، هاد باسكيت بوستا هما مزيونين، عاملين فيهم 20%، كاين 150 دولار، هاد 170، يعني 10%، هادو ما ناقصينش منهم بزاف. هما دابيتود دايما طول العام كيعملو 10%، العام كامل كيعملو 10%، ودابا في لي سولد عاد كيعملو لي سولد كبير. هنايا هاد الكوتي ديال لي فام عاود عندهم على حسب، هنايا بوانتيور 39، هنايا جهه اخرى كاين 40، وهما ماشيين هادي داكشي عندهم بالنمره. من هادو مي دايما الواحد يشوف الصباط اللي يرتاح له رجلو، اللي يكون كونفورتابل، ما يشريش اي حاجه، حيت الرجلين عليهم كنتمشاو عليهم كنوقفو الو خصنا دايما نشوفو شي حاجه اللي ترتاحنا في المشي ديالنا، في الوقوف ديالنا تكون كونفورتابل. هنايا 40%، سكوال بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش، الناس اللي ما كيعرفوش هذا المغازا، ها هي التوفس، وكاينه جي بي سي ها هي قدامه، هذيك فيها غير الحوايج، الحوايج الاولى انا ديجا شاركت معكم هذاك المغازا. الكاليتي ديالها واعر، انا اليوم الاثنين حيت الاثنين كيشدوا كيفتحوا لحد اليوم، جبرتهم جدودين، جبرت غير المغازا ديال الصوابط اللي محلولين. التوفس هي اللي محلوله. ومهم هادو جوج مواكز انا اللي كنركز عليهم هنايا بزاف، كيعجبوني الكاليتي ديالهم ولي مارك ديالهم واعرين، واخا غاليين مي في لي سولد الصراحه الواحد يبروفيتي، يعني كيوصلوا حتى 70% 80%
دونك حسن من انا حسن كيجيوني من ديك مثلا لي مارك اخرين. المهم سا ديبون كل واحد شنو كيعجبو. كاين شي حوايج كتجبرو مزيونين، كاين شي حوايج لي ما كيعجبوكش. دونك انا كنجي هنايا ودابا صافي غادي نمشي فحالي حتى ان شاء الله عاود واحد السيمانه عايده يكونوا زادوا نقصوا شويه وديك الساعه كنعاود نرجع. وحتى مكازا افا حتى هي عمي بروموسيون داكشي ديال نويل ديكوراسيون داكشي كامل عاملين 40% كلشي 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 40% يقدروا يزيدوا حتى 50% السيمانه الثانيه حيت كاين اللي كيديو داكشي كامل الناس اللي كتملي الفيت وهذه يعني يقدروا يبروفيتيو دابا يشريو حاجه ويخبعوها داكشي ديال الديكوراسيون والحاجات اللي كيتستعملوه ضروريا يقدروا يشريوهم دابا في اليسول ويخبعوهم ملي كيجي الوقيته كتلاقي كيجبر عنده بزاف الحاجات وصافي هادشي اللي كاين. المهم انا جبت لكم واحد اليوم عملت لكم فيديو فيه شويه الافاده الانسان اللي ما كيكونش عارف بزاف الحاجات يقدر يجي هنايا ويشري. المهم انا وقيلة غادي نكمل على رجلي حيت بقالي شي بزاف بلا ما نمشي في الترام. الشميشة الجو مزيون الواحد يتمشى شويش يشم الهواء. المهم هنايا كنخليكم سالي الفلوق ديالنا ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.